ناخد الصوت الرجالي اللي معانا. ايه رايك بجد الحياه في الجامعه بعد 5 سنين هي نفس الحياه اللي انت تخيلتها وان انت داخلها وانت داخل اول سنه؟ هو ده اللي انت عشته وتصورته؟ هو شبه اللي انا كنت يعني سيتنج اكسبكتيشن فعلا الموضوع ده، اللي انا عندي والدي او بابايا، هو باي ذا واي هو الرول موديل بتاعي، قعد معايا عشان مثلك الاعلى فعلا. احنا مش هنقول اكسبريشنز، كل حاجه هنقولها بالعربي عشان كل الناس تتفرج. صيدله بيدرسوا بالانجليزي يعني. معلش احنا بنقدم منتج عربي. راعي يا ابني الغلابه اللي زينا. فعلا انا بابايا قعد معايا قبل دخول الجامعه، فعلا فكره اللي هو بينظم تفكيري، او ان انت فعلا عشان مش كلتشر شوك، او لو عشان ما يحصلكش صدمه في الثقافيه، فعلا عشان هتعامل مع اشخاص ومع ثقافات وعادات وتقاليد وناس بعيده عن المجتمع بتاعي. انا بحس دايما المجتمع الجامعه ده هو مجتمع صغير فعلا لمجتمعنا اللي احنا عايشين فيه. تقصد فيه من كل المستويات الاجتماعيه، من كل الاماكن، واحيانا من كل المحافظات، وفي شباب وشابات، وانتوا طالعين من مدارس ما كانتش مختلطه. انا طالع من زون يعني من زون ثانويه عامه، او يعني كمنطقه ثانويه عامه، انا ما كانش يعني كان معظم الفوكس بتاعي او معظم التركيز بتاعي كله كان بيبقى فكره دراسه، لان انا واحد عايز اجيب مجموع، عايز ادخل كليه قمه، عايز فعلا اشرف والدي ووالدتي بمعنى اكاديمي. بس انا لما والدي فعلا وانا داخل الجامعه قعد معايا فكره ان انت فعلا حاول تطور من نفسك، اللي هو نفسك شخصيا منتلي او عقليا. فعلا انت الكبير يا أمي. انا الكبير. وانت بالنسبه له كنت اول حد داخل ده، فانت اللي هتبقى كمان قائد للاخرين، يعني بالزبط. زي ما هتكون انت هو مثل اعلى ليك، انت مثل فعلاً اعلى ليك كقدوه للاسره عموما او لاخواتي الاصغر مني. ففكره ان انا فعلا احاول اتطور فعلا نفسيا، او لو انا بطور مهاراتي فعلا بعيدة عن مهارات الاكاديميه، يعني مهارات الجانب الانساني حكى لك عنه ازاي؟ العلاقات اللي هتكون بينك وبين زمايلك، بينك وبين اساتذتك، الاولاد والولاد، الولاد والبنات. موضوع الجانب الانساني خلاص انا موجود فعلا في وضع اللي انا غصب عني هختلط، سواء مثلا بالجنس الاخر، سواء زي ما قلنا حضرتك مثلا ثقافات مختلفه او مستويات مختلفه وكده. فالفكره هنا ان انت تعرف تتاقلم على الموضوع. مش موضوع اللي انا فعلا انا كان عندي مشكله ان انا بهرب دايما من اللي انا اواجه مشاكلي، وفعلا ممكن اتجنب الناس وممكن اللي انا ما اتعاملش. لا، انا اشتغلت على الموضوع ده، اللي انا فعلا احاول اتاقلم على الموضوع. عشان ده فعلا حاجه احتاجها في سوق العمل عموما، سواء في تعاملي مثلا مع ده من سنه اولى كنت بتفكر كده فعلا. انت كنت محظوظ بقى يعني. طيب احنا الدكتور